من بعد روسي النجم روسيوتين روسيين بها انت تري كل الاخرين ها يا ربنا يا قدام بزاف فيه الكولار مصالحات عندي كل ايه ثاني موديل ها يجي جهاني الكونيسيون كانش لهنا هذاك داير هذاك هذا هذا الصون ديرك هذا ميوما كونسير 36 كونسير كونسير 36 كونسير يا بسم الله يا ربي العزيز بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلوا على نبيكم يفرح بكم صلوا على نبيكم يفرح بكم عليه الصلاة والسلام إن شاء الله عليه الصلاة والسلام صباح الخير سنحويكم لاباس الحمد لله الزبائن الزبائن كاينه تونس 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 زين تونس تونس ولا تونس لا سوسه سوسه ما شاء الله ما شاء الله خيار الناس بابا ربي يفضلك امين واياك انتم خيار الناس ربي يحفظك بابا عزيز لي كومونتير بارطاج خاوتنا شوفوا لي الموديل هذا بسم الله ما شاء الله انا كما على بالكم الحاجه اللي تعجبني والحاجه اللي راح يجيبها صديقي كما نقولوا لي عجبته ميم سومه مليحه ميم سومه بسم الله ما شاء الله الله يبارك على الراسي طاقي هنا العرايس اللي حابوا يصدروا روعه كما راكم تشوفوا في اللايباك روعه بسم الله ما شاء الله الالوان خاوتنا عجبكم غير الالوان مليح وفي بزاف الالوان شنو احنا جبنا لي كولير كما نقولوا المليح خلاص روعه بغيتكم دير فيديو قول البلاصه هذه تيكي ما كاينش تبعي فينا خلاص تيكي باينه رضا رضا الله رضا الله تيكي باينه ما كاينش تابع على الصفحه خلاص كما نقولوا الحق لك اللايف ما كاينش لها بالك مشكل المهم في مشكله المهم كش ما تحبي تسقسي خصي ادخلي للخاص دوك نعاود نجاوبك وبارك الله فيك ربي يعيش خاوتنا لي بونتير هذا راه فيه من 36 ل 41 من 36 ل 41 شوفوا لي الموديل هذا خاوتنا هذا السومه تاعو راح السعر تاعو راح يكون واحد 100000 خاوتي الكونتيتي راح تكون منه كونتيتي باذن الله هذا السعر تاعو راح يكون 100000 خاوتي الالوان تاعو كما كنت تشوفوا فيه روعه بسم الله ما شاء الله هو فيه بزاف الالوان شوفوا الالوان تاعو الله يبارك الالوان اللي فيه هكذا شنو احنا خيرنا الالوان الشابين خلاص الالوان الشابين خلاص كما نقولوا راح نجيب لكم الاغلى الالوان اللي هكذا هذا السعر تاعو راح يكون ب 100 هكذا هذا راه بعد اسبوع ان شاء الله يكون في المحل هكذا بعد اسبوع ان شاء الله راه يكون في المحل المحل خاوتنا راني نقول لكم على راني نقول لكم بعدا نقول لك شي ما يحتاج وين جاي البلاصه راني نقول لكم وين جاي اكزاكت يعني بعدا نوصلكم على المحل تاعو وين جاي كاين هذا ثاني خاوتنا موديل هذا ثاني شباب ومازال كاين لي موديل كنا في بلاصه ما فيهاش لا كونيكسيون ما لقيتش كيما ندير لكم لايف المهم راهو كاين خاوتنا الصابو هرماس والجلابه هرماس والبوشات هرماس المهم خاوتنا راهي فيها بزاف لي كولور ولي موديل راني باذن الله تعالى باذن الله تعالى راني نعاود لكم ندير لكم لايف واحد اخر باذن الله المهم شوفونا خاوتي الموديل هذا شوفوا كي داير الالوان تاعو ثاني خاوتي هو فيه بزاف الالوان السلام عليكم باش تفتشفرني يوم غادي طوب تمر كاين هذا السعر تاعو هذا حوالي واحد حوالي مازال ما تفهمنيش بس كنت نديرو له لايف كاين هذا ثاني موديل سومه مليحه قال لكم هذا تاع واحد 60 60 36 كاونتيا ايه توجور خاوتنا هذا الموديل ثاني 60000 هذا يسقام جوي 60000 هذا الموديل كاين هذا وكاين هذا
المهم الالوان رانا كذا شوف نخيركم نتوما عطيونا جد عطيونا رايكم في التعليقات خوتنا على الالوان البلاح كذا شوفوا بها الواحد مي يعرف واش يجيب زيدوا قولوا لنا على الالوان خوتنا على الالوان اللي كما نقولوها اللي الناس كل يلبسوا ذاك الالوان فوالا خاوتنا كيما راكم تشوفوا خاوتي لافينيسيون بسم الله ما شاء الله كيما راكم تشوفوا في لافينيسيون الازرق قلت لك الازرق يهبل يا حجي حجي يجي بابا قلت لك الازرق يهبل ازرق حجي هذا موديل كم سعره الله يبارك بسم الله ما شاء الله طيب بيان سير كونتيتي كيما هذاك الموديل الاخر خاوتنا راح نجيب لكم باذن الله خالتي كميه راهي كاينه كونتيتي راهي كاينه باذن الله خاوتي هذاك الموديل تاع 100 الف الكميه راهي كاينه متوفره قداه عاودي شوف شيخ قداه قال لك خاوتنا زيدي شوفوا لي الموديل هذا بارك الله فيكم هاتي شوف هاتي نشوف من تما شوفوا لنا الموديل خاوتي ثاني بسم الله ما شاء الله شوفوا الله يبارك كي داير شوفوا لنا الموديل هذا الالوان تاعو كامل شابين خاوتي هذا الالوان تاعو كامل شابين شوفوا لنا الموديل هذا اروع الوانه كامل بسم الله ما شاء الله روعة هذا خاوتنا يخرج واحد 150 150 الف سلعة تركية حرة حاجة باينة سلعة تركية والشحن تاعها قال اش اخرى والشحن تاعها اللي الغرب ماشي السومة تاع بالك هذا باللي بالك هذا ويجي ميزان خاوتنا درك نفهمكم تقولوش بالك هذا وقاعد خاوتنا هذه السلعة هي راح تجي كيما نقولوها ميزان في الطيارة رانا راح نسلكوا عليها 180 في الكيلو هكذا يعني قال شغل ثلاث حبات راهم يسقام الشحن تاعهم الواحد ب 60000 يعني الشحن تاعو الواحد ب 60000 هكذا باه تكونوا على علم هذا 150000 خاوتي روعة شوفوا لي عطيوني الراي تاعكم خاوتنا اسكو مود هذا شباب مش شباب شوفوا الله يبارك روعة هذا عراسي خاوتي هذا عراسي ب 150000 تاع الزواولة هكذا الله يبارك الازرقاء قالوا لك الله يبارك هايل 150 هذا خاوتنا مليح بزاف مليح ميم سمتو مليحه الله يبارك سمتو مليحه وهي سلعه تركيه خاوتنا ماشي عشين ولا قال شغل تاع روكار شوفوا الله يبارك خدمه لا فينيسيون ديفو لا هكذا بان تفهم خاوتنا ديفو لا روعه هاي من شيخ مازال مازال خاوتنا هذا هكذا سما صاي مازال كاين الخير باذن الله مازال كاين الخير رانا باذن الله تعالى رانا منين نلقاو لكم خريطه راح ندير لكم لايف وانتم عطيونا رايكم انا نحب الراي تاعكم في التعليقات ولا واحد يدخل لي الخاص يقول لي بلي فوالا راك طحت لنا في النمور الصحيح هكذا خاوتي مازال كاين الخير مازال كاين علاش اخويا كاين السوق مازال كبير المهم خليوا لي رايكم في التعليقات خاوتنا الهرمس ها هو الهرمس ابو بس كان على الضوء السلام عليكم كيفك اخي أستاذ تحت كاين موديلات فوق كاين موديلات ثانية هذا اللي حال هذوك اللي حال كل شركة واحدة
ها اسمع لي شوف، شوف زيد فضلك بابا عزيزي. فيها دول وفيها نطلع موديلات كل واحد. عنده لي موديل. الله يبارك. شوف هذيك الموديلات هذول طبيات كمان مريحات كمان. قال لكم هذو طبيات مريحات يعني اورطوبيديك اورطوبيديك في هذا الموديلات كمان وفي هون شوف اللي عجبك قلت لك الاولين مكان الهرمس احسن يا وعندي اسمع عندي متابعين ولا غير باندية يا عفوا السلعة الله يبارك لا والوي فيتون ثاني عندك ما تقولي فيه الوي فيتون ولا الفيرساتشي هذا الله يبارك بسم الله ما شاء الله هوري كذا حلب ولا دمشق؟ أنا دمشق الله يبارك وصاحبك عراقية صاحب الدكان يا اخويا ما دراك اخويا ربي يعاونكم يعاون الجميع يا اخويا ربي يعينكم ان شاء الله الهرمس قلت لك ارجع لي الهرمس من بعدين بعد ساعة ان شاء الله الهرمس بعد ساعة ان شاء الله شوف هذا المدين هذا تهلا نزل هذا يا بسم الله يا ربي العزيز هذا الموديل كم سعره؟ هذا 11 يعني الماس مثلا هيك ومعها 11 واللي يكون سادة مثلا هيك هذا 10 اللي رامي شخصي على الهرمس بعد ساعة إن شاء الله رايحين المحل كما نقولوها خاص غير باللي عنده غير الهرمس بوشيت الجلابة رايحين نعطيكم موديلات بربي إن شاء الله راني قبل ما ندير لايف راني نعلمكم راني نقول لكم يعني كما نقولوها بلي راح ندير لكم لايف راني يعني بعد ساعه ان شاء الله ديجا انا خلينا السيد يستاري كما نقولوا خلصتوا السلعه البارح فهمتوا خلصتوا السلعه البارح كما نقولوا تهز كلش وقلنا بعد ساعه نعاود نطرح السلعه كامل يعمر الحانوت هذاك هو باذن الله نكونوا في الموعد معاه ان شاء الله هكذا راحين ندير لكم كما نقولوها لايف على الهرمس واش كاين كلش من البوشيت من الصابو من الجلابه ونعطيكم حتى الاسعار خاوتنا نعطيكم حتى الاسعار ونقول لكم على الموديل اللي راح يجيبهم الصديق تاعي الصديق اللي راه معايا خالي الازرق خالي الازرق والماس 11 بس هكذا خاوتنا الواجهه 11 شكرا اخي اهلا وسهلا يا زينه روح خلي لهم بعدها روح اليوم ما عندوش تريسيتي هذا كان ذا ما في كهرباء واش يعني تعال عندنا ضوء تعال كاين ضوء هو يقول برك كهرباء عندنا نور ما يحتاج كهرباء لا ايه الله يبارك حالة بعشرة حدي والله اخويا غير عنده لا تريد كمية شوية رايك لا انا ما نريد كميه ولكن نريد سعر شويه اقل يعني والله محلك تدلل كم سعره؟ والله ب 10 دولار هذا قالب جديد حجي ايه هذا قالب جديد هاي اول نزلته للسوق هذا القالب ها اصبر نشعل لكم الفلاش شوف الشغل مالته نظيف يعني 100% خوتنا شوفوا لي الصوره واضحه مش واضحه فاسكون هبطنا لواحد لاكاب تحتها بهذوك نعطيكم لي موديل تاع الشغل النظافه مالته 100% شغل هذا كوبيلو تريسيتي مسلكش كهرباء مثلا ما خلصتش كهرباء لا انطفت كل الخط ايه كلها تركيا كلها لا مو كلها تركيا لا هذا في عطل في عطل ما هذا قديم في عطل هنا هو ايه خط يا اخويا ما هذا الخط قديم يعني مدينه منطقه ايه قديمه فدائما ينضرب هذا الكيبل ايه باستمرار انا قلت بالك ما سلكتش كهرباء كوبيرو تريسيتي كوبيرو كهرباء احنا تجينا الكهرباء يوم واحد بالشهر يوم اثنين ندفع الفلوس هذا كم شهرو نفس السعر حجي قلت لك واضح هاي بيان قلت لك هنا الله يبارك جيب لي هنا بك خالي الازرق جيب لي موديل شوف حجي هذا هرمز جديد هذا جديد هذا ايه جديد ها عندك هذا برادا هم جديد برادا بابا ما يلبسوش البرادا يلبسوا الهرمس الهرمس فقط بس برادا جديد بشنطه حلو احنا هنا احنا في الجزائر دوك الهرمس
اباك حنا باك ينقلوا لبعضهم لك لازم جارتها تلبس لها الماس هي لازم تجيب لها الماس لازم إيه؟ ناحي العينه وهذا واش ناحي هذا ايه ايه احمد ابو العين اسود ايه شوف يدرا شوف يدرا مدام شوف يدرا مدام تسع الوان دير الله يبارك روحوا لي كلها حاضره خلي نروحوا لي خلينا نشوف هكذا هاي العين جديده حجي هاي العين جديده هذه ما بدون جديدة هاي اصبر شوف نروحوا لهنا اسمع شوف المنطرة الحاج السومة تاع العين هذا باهي العين قد هذا؟ ايه اباك شعب هذا بخمسة وربع احسن لكم يا خمسة اباك حنا شعب ناموس وزاد اباك حنا شعب ناموس ما شوف الوانه كامل حجي خوتنا شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله الالوان اللي فيه هذا موديل الشباب بزاف شوفوا لي الالوان لون زوز ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الوان حجي شوف هذا هم بنفس الالوان هم تسعة بس هسه بالمخزن ما كاين ايه هذا العين هم جديد هذاك بلا عين هذاك او روعة صدقوني خوتي شباب بزاف هذا تاع عراس ينباع هذا اقوى شيء في الجزائر ولا اه ها في العراق ثاني يمشي لكم هذا بالعراق ماشي خاوتنا واش رايكم في الموديل تاع العين هذا بارك الله فيكم خليولي تعليق يرحم الله والديكم خليولي اصبر تشوف الشرك بالله بين بين قال لك الشرك بالله ليش إيه ما بعرف انا وعدنا المفتيين بزاف الشيخ في البلاد هي إيه؟ انا ما بعرف اخي الله يا ربي انا ما بعرف اخي واش انا عدنا المفتيين بزاف في البلاد لا حول ولا قوه الا بالله اصبر تشوف استغفر الله اصبر استغفر الله والله راه السيد مسكين ابك خلعته عنده ستوك من هذا والله غير عنده ستوك والله غير عنده ستوك من هذا خلاته ديجا الانسان ما دام يمشي عدل وبطريق صحيح ماكو لا شرك بالله الحمد لله الحمد لله يمشي عدل قال لك والله غنصلي ونصوم قال شغل ونصدق ونحج بيت الله قال لك بصح والله من يعلم بها باللي شرك بالله الناس تكسر لا حول ولا قوه الا بالله والله خلعت لنا السيد مسكين منا كان واقف قاعد فوق الكرسي حجي شوف هذا هم جديد انا معك بابا عزيزي معك هذا هم جديد حلو هذا ثاني جديد بعد بي اسود جيب الالوان الباقيه مال الهرمز بابا هذا هرمز جديد بكل الوان تصور شوف هذه الالوان الباقيه مال حتى يصورها مع كل الوان هذا باربعة وربع سعد خوتك هو احنا نصبوا ولا يا رجل حجي ولا زواولة ادري حجي هذا طش هذا الطش بفلوس يعني هذا كل وجه اقل شيء دولارين وربع بس الطش مالته يعني هذا الوجه جاهز يصير طش بمكينه تمام الحجر ليش خام الحجر حجر اي يعني ما يسموه حجر يعني هو الغلات بالغلات الحجر يعني شوف هسه مثلا هذه ايش قد سعرها تنضاف عليه كل شيء يعني اذا قليل سعره اقل اذا اكثر سعره اكثر قلت لك شوف لنا حاجه تاع برا تاع الدوم يكونوا سامبل وجلد يا هذا والله ما يخدموا سامبل اختي الكريمه ما نكذبش عليك اللي عندي قريب ساعتين ونص في السوق هذا والله ما لقيت شي حاجه سامبل سامبل بعد شوف يجي جماعه المديه برك هو اللي يبريكوا لي بياخذون الجزائر حاليا هذا تاخذون الزهره هذا موجود الوان هذا الزهره دا ياخذ الجزائريين ياخذون ودا ياخذون هذا وين هذا؟ احمد شنو؟ هذا صندل ديور جيبه هذا قضيتكم ها وقال لك حاجة سامبل سيدي تاع برا تاع خرجة ها وقال لك هذا تحبي تاع عراس تاع برا تاع بحر لا هذا مو مارس هذا تو توبسيون عراس ها؟ عراس يعني قزة عراس بفصوص وب يعني تاع عراس هكذا عراس اعرف شو من احنا بنقول عراس انتم مثلا تقولوا عراس احنا بنقول عراس نفس الشيء ها وقال لك تاع كلش يصلوا عراس يصلوا تاع خرجه تاع عيد تاع بحر لا هذا بس هذا زاره هذا نفسه هو تروح محل زاره منزل هذا الموديل هذاك اللي هذا ها هو فاتح له في الديور باهي الله يبارك هذا في الالوان في نوار في المارون في هذا المارون بس حاليا بلا سائل اقول لك شو تجيب لنا النور الاسود يمكن اليوم يجي ان شاء الله
راك غير في العراشي شوف حوايج تاع برا. شوف هادشي عجبكم هادشي؟ هذا جديد عراشي هذا. شوف هاي الوان اذا تريد تصورها اذا تحب. هذا مقاوم في الجزائر لكن هذا الكعب. اي هذا شكرا شكرا حجي شكرا. هذا الكعب شكرا قوي تكون بالجزائر. هذا ثاني يديو يديو تزيرية بزاف هذا. ها سامبل اسيدي ها سامبل وعالي وتاع برا وتاع خارجه وكل كثير موديلات هذا. ايه كثير موديلات هاي كلها لا ما عجبوش مادام ما خلولوش تعليق ما عجبوه ما عجبهمش ما عجبهم عجبهم الهرمس انا اللي على بالي بها. ها واش عجبهم هذا بيه خمس الوان. ايه هذا اللي عجبهم هاي جاهزه منها خمس الوان راسي ما هي شغله جديده. هذا قلت لك عجبهم هذا فيه ثمانية قطع في هذا في هذا هذا صح هذا ابو الحصان همزه الهمزه كاين هذا عيني سيرفيات عيني انا اللي بالي عجبهم هذا الشيخ فينيسيون الله يبارك بسم الله ما شاء الله فينيسيون مع ترابي نظيف مع من نظيف باهي باهي زين زين كويس كويس الله يعطيك العافية هذا بس عادي يمشي عندكم؟ نو هيا مريقلة شكرا بارك الله فيك ماشي حبيبي تريد كارت؟ طيب بيان سير طيب كارت احمد هات لي تذكر شوف عندك هذا الفندي شكرا لك هيك شي تحبون هيك شي؟ لا